رحل عن عالمنا الفاني أبونا وسيدنا وراعينا قداسة البابا كيرلس السادس. من جثمانه الطاهر بعد انتقاله في بكاء مر وفي عاطفة قوية بأعداد لا يمكن أن تحصى. وثانيا إحياء هذا الدير وتقويته، لأن الآلاف من أولاده الذين يزورون الدير في زيارات متتابعة لابد أنهم سيهتمون بمكان يحفظ فيه جثمانه الطاهر. نطلب بركته لأنفسنا وللكنيسة، ونطلب صلواته عنا، ونطلب أن يدين الرب علينا هذه البداء الطيبة
التي بدأها البابا كيرلس لكي تتابعها أجيال من بعده، ولنفسه الطاهرة منا كل احترام وتوقير كأب وراع، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. اذكر وحدتها الإيمان واذكرنا في كل أوان أمام الله تيان. الله محبة، أنا أشرف المحبة وأشرف الله، يسعى الله أن يقومكم وأرفع شأنكم ويعبدكم ويأمين ويحفظكم في الإيمان.